كود البقالي يقدم شرح دروس تعليم السياقة مع أستاذ البقالي. لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم ان شاء الله في هذا الدرس من دروس تعليم السياقة كود البقالي غادي نتعرفوا على المخالفات القانونية مدونة السير، وهاد المخالفات اللي غنهضروا عليهم خاصين بتجاوز السرعة المحددة، يعني الى شدك الرادار. تجاوز السرعة المسموح بها يعد مخالفة قانونية، وقد تعرض السائق لغرامة أو عقوبات أخرى. تراكم المخالفات قد يؤدي إلى سحب رخصة السياقة. يعني هاد المخالفات اللي غنهضروا عليهم راهم عندهم علاقة غير بالسرعة. إلى شدك الرادار وانت كتمشي بواحد السرعة أكثر من اللي محدها العلامة. المخالفات المتعلقة بالسرعة، أربعة المخالفات. أول مخالفة إلى تعديت السرعة المحددة أقل من 20. ثاني مخالفة إلى تعديت السرعة المحددة أقل من 30. ثالث مخالفة إلى تعديت السرعة المحددة أقل من 40. ورابع مخالفة إلى تعديت السرعة أكثر من 50، وهذه كتسمى جنحة. هادو هما أربعة ديال المخالفات اللي متعلقة السرعة، يعني إلا تجاوز السرعة وشدني الرادار. هادو هما الأربعة ديال المخالفات المتعلقين بالسرعة. المخالفة الأولى تجاوز السرعة المحددة من 0 إلى 19 كيلومتر في الساعة. درجة المخالفة الدرجة الثالثة. الغرامة المالية من 300 إلى 600 درهم. النقاط المخصومة من رخصة السياقة وهو 0 نقطة، وإلا عاودتها في أقل من سنة راها كتضاعف. المخالفة الثانية تجاوز السرعة المسموح بها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة المخالفة الدرجة الثانية. الغرامة المالية من 500 إلى 1000 درهم. النقاط المخصومة من رخصة السياقة وهي 2 نقاط، وإلى عودتها في أقل من سنة راها كتضاعف. المخالفة الثالثة تجاوز السرعة المسموح بها من 30 إلى 39 كيلومتر في الساعة. درجة المخالفة الدرجة الأولى. الغرامة المالية من 700 إلى 1400 درهم. النقاط المخصومة من رخصة السياقة 4 نقطات، وإلا عاودتها في أقل من سنة كتضاعف. المخالفة رقم 4 تجاوز السرعة المسموح بها من 50 كيلومتر أو أكثر في الساعة، كتسمى جنحة. الغرامة المالية من 4000 درهم إلى 8000 درهم، وكذلك يتم سحب الرخصة من شهر إلى 3 أشهر. وكنتمنى الاستفادة للجميع، ويكون الدرس نال الإعجاب ديالكم، وإلى درس قادم إن شاء الله. مع تحيات كود البقالي.